صفحة 125، التست رقم 5. 1. One of the best ways to succeed as a businessman، إحدى أفضل الطرق للنجاح كرجل أعمال، is to have a lot of، إن يكون عندك كثير من نقط in your field، في المجال بتاعك، يكون عندك كثير من إيه؟ contacts، المعارف، الاتصالات، يكون عندك معارف كتير في المجال بتاعك. إنما دي معناها إيه؟ روابط كده، أو زي رابطة عنق، ودي معناها سمات أو مميزات. 2. The manager always decides، يعني المدير دائما يقرر، to put his son، ان يضع ابنه، in not of the factory، المقصود ايه؟ يكون مسؤول عن المصنع، in charge of، when he goes on a business trip، عندما هو يقوم برحلة عمل. 3. Experts fear that، يعني الخبراء يخشوا ان food production، انتاج الطعام في العالم، will be affected، هيتأثر بايه؟ by the unexpected، يعني غير متوقع، not and floods، والفيضانات، due to، بسبب climate change، التغير المناخي. تغير مناخي هيسبب ايه؟ فيضانات، وايه كمان؟ droughts، وجفاف. لكن دي زلزال ودي سحب. 4. helping to hide facts، المساعدة في اخفاء الحقائق، about a crime، عن الجريمة، can make you، ممكن يخليك، او not to the criminals، يخليك ايه؟ مع المجرمين، شريك للمجرمين، accessory، بمعنى شريك هنا. رقم 5، مديني جملة المهم، the antonym، المضاد للصفة، remarkable، بمعنى مميز، رائع، عكسها شيء مميز، عكسها شيء عادي، ordinary، دي معناها خرافي، وديت واضح. 6. Wars and disputes، الحروب والخلافات، are not serious problems، مشكلات خطيرة، for people in many parts، للناس في كثير من ايه؟ أجزاء كثيرة من العالم. حروب والخلافات تسبب مشكلات خطيرة، تعمل مشكلات، making. 7. The girl is watering the plants، يعني البنت بتروي النباتات، ديت زمن مضارع مستمر، نستخدم معاها right now. 8. She not me when her birthday is، معنى الكلام كلهم منفيين، هي مش هتقول لي امتى عيد ميلادها، قاعدة وين بعدها مضارع بسيط، في حاجه قبلها مستقبل بسيط، won't tell. 9. Spiders are، العناكب تكون ايه؟ نقط، frightening than wasps، المعنى المقصود يعني العناكب بتكون ايه؟ مخيفة اكتر بكتير من ايه؟ من الضبابير. المهم في هنا عندي ذان، يبقى ديت مقارنة، نستخدم معاها مور، وقبلها ماتش، يبقى ماتش مور، أكثر بكثير. 10. We had a lot of trouble، يعني عندنا كثير من المتاعب، because we not our passports، لأن احنا ايه؟ ضاع مننا الباسبورتات، جوازات السفر، because قبلها ماضي بسيط، هيجي بعدها ماضي تام، had lost. 11. المعنى المقصود يعني بيقول لي أي جملة في دولت is grammatically correct، واحدة بس اللي صحيحة من ناحية الجرامر، هنقول الأولانية إيه ونقول ليه السبب، ده سؤال مزيل، تمام. أبوستروف دي هتختصر لإيه؟ لهاد، دي هاد بيتر، فهننفيها في الآخر تبقى هادنت، بس باختصار يعني. 12. عندي هنا الصفة بيزي ديت، لو جه بعدها فعل نزود له إن جي تبقى كليننج. 13. ياسر نقط، to be falling asleep at his desk، يبدو ان ياسر ايه؟ استغرق في النوم على مكتبه. maybe he is ill، ربما يكون مريض. فالكلام هنا عن المضارع، what is، خلاص عرفت ان ده ايه؟ ده مضارع، بستبعد بقى اللي الماضي دي خالص. والفعل أبير ده من افعال ايه؟ من افعال وصف الحالة، يستخدم في المضارع البسيط، تبقى الإجابة appears. 14. I not to driving on the left now، المعنى المقصود نقول ايه؟ هو متعود دلوقتي على السواقة على اليسار، but it was hard at the beginning، بس ده كان صعب عليه في البداية، يبقى هو دلوقتي اتعود على شيء ما كانش متعود عليه في الماضي. هعرف الإجابة ازاي بقى؟ عندي هنا الفعل فيه ing، نتكلم بقى عن now دلوقتي، تبقى الإجابة am used، am used to، يجي بعدها الفعل فيه ing.
15 I not the traffic during rush hours. المعنى المقصود أنا أكره إيه حركة مرور السيارات وكده أثناء إيه ساعات الذروة. الفعل بردك اللي هو هيد ده من أفعال إيه العاطفة، لا يوضع في الإيه في الاستمرار، تمام، فهيوضع في المضارع البسيط تبقى الإجابة هيد. طب دي مضارع بسيط بس فيها إس، ما تنفعش طبعا مع أي، ده الكلام ده بتاع إيه إعدادي ده. صفحة 126 وده سؤال القطعة، تتكلم عن ايه نحلة العسل ديت ايه حشرة غير عادية إيه على عكس الايه الحشرات الاخرى اللي بتحب تعيش ايه بمفردها، لا نحلة العسل بقى بتعيش ايه في جماعات كده مع بعضيهم. إيه النحل ده بيعيش فيما يسمى ايه يعني تشبيه يعني مستعمرة نحل. طيب رئيسة المستعمرة ديت بتكون ايه بقى ملكة النحل، بتكون اكبر من ايه من النحل الاخر. طيب مهمتها الأساسية إيه؟ إنها تضع إيه البيض ده. إيه معظم النحل الآخر بيكون إيه النحل العامل النحل الشغال يعني. إيه النحل ده بقى بيجمع الإيه بيجمع الرحيق والإيه واللقاح من الزهور. الرحيق ده بيحمل بواسطة النحل العامل ده ويوضع في الإيه في الخلية، بعد كده بيتحول إلى عسل. النحل العامل ده النحل العاملات دولت وأيضا بيساعدوا في الإيه في العناية بالنحل الإيه الصغير اللي لسه إيه فائس من البيض. بمجرد إن البيض يفقس فالنحلة العاملات ديت بتطعم اللي هو إيه النحل الإيه الصغير ده بالإيه باللقاح والرحيق، حبوب اللقاح يعني. النوع التالت من النحل بيكون إيه بقى في الخلية ديت أو في المستعمرة دي هو النحل إيه الذكور. الذكور بقى ايه مهمتهم الأساسية هو ايه التزاوج مع الملكة ملكة النحل. من أول الذكوين بي ملكة النحل دي لها دورة حياة 3 سنوات. أثناء الفترة ديت بتضع ايه أكتر من 500,000 بيضة، تمام. لما تكون بقى ايه ملكة النحل ديت بتموت بقى فبيجهز عشان تاخد مكانها، دي معناها يهيأ يدرب. الملكة الجديدة دي في النهاية ايه بتقوم بمسؤوليات او بواجبات الملكة القديمة لما الملكة القديمة ايه بتموت. النحل صغير ولكنه يلعب دور كبير في الايه في التوازن البيئي في النظام البيئي، بيلعب دور مهم في ايه كملقح للايه للمحاصيل. يبقى ده شيء ايه أساسي أو ضروري مهم جدا اللي احنا ايه نهتم بالنحلة وايه ونحافظ عليه يعني. الأسئلة بتاعتنا هنقول بقى الإجابات على طول. رقم 16 بيقول الشيء اللي يميز نحلة العسل عن الحشرات الأخرى إن هي طبعا ايه ما بتعيش بمفردها، هتبقى الإجابة سي، بتعيش في كوميونيتي كده ايه تجمع. 17 تجمع النحل يعني. المهمة الأساسية لملكة النحل في الايه المستعمرة ان هي تضع الايه البيض استعمار. 18 حياة النحل بتعلمنا التعاون. 19 الكلمة دي لاتر يعني الاخير في 2، نتكلم عن حاجتين السابق والايه الاخير. المهم المضاد لها هتبقى فورمر السابق. 20 كير اباوت دي تدي نفس المعنى ايه لوك افتر يعتني بيه. 21 افضل عنوان للقطعة ديت هتبقى ايه حياة النحل. 22 النحل ايه ضروري ومهم للامن الغذائي بتاع البشر لانه طبعا بايه يقوم بتلقيح المحاصيل. سي النحل الصغير ده ايه مين اللي بيأكله ويطعمه اللي هو ايه الشغالات شغالات النحل. صفحة 127 وده سؤال ايه الترجمة، الترجمة النموذجية هنا ترجم اللغة العربية تبقى الإجابة دي. هنشوف البيان ايه خطأ ليه. ايه الخطأ هنا في كلمة مهنة يصح ايه هواية. بي الخطأ هنا في كلمة ايه وألا تفقد حياة قيمتها هي سحرها charm. سي الخطأ هنا ايه بقى
عملا قصيرا يصح طويلا. الترجمة اللي بعدها ترجمة اللغة الإنجليزية، الترجمة النموذجية ايه؟ بي الخطأ هنا في كلمة numbers، المفروض تبقى ايه؟ أفراد. وديت الخطأ في الزمن، دي ماضي المفروض تبقى مضارع. وديت الخطأ في الكلمة دي معناها عسل، انسجام يعني هارموني. يبقى الإجابة النموذجية ايه؟ صفحة 128 التست رقم 6. 1. The police prevented journalists، الشرطة منعت الصحفيين والمراسلين يعني الصحفيين to approach the crime، ان هم يقتربوا من اي حاجة خاصة بالجريمة before completing their investigations، قبل ما يكملوا التحقيقات بتاعتهم، منعهم يقربوا من موقع الجريمة سين مكان الجريمة. 2. The knot in Cairo Metro Network، ايه اللي في شبكة مترو القاهرة؟ will make it easier، هتخلي من السهل for commuters، commuters بمعنى الركاب، to reach their workplace، ان يصلوا مكان العمل بتاعهم اكثر راحة. التوسعة اللي في مترو القاهرة دي هتريح الركاب، يعني expansion، تخليهم يوصلوا لشغلهم بسهولة. اما destruction معنى دمار، وديت اقتراح وديت نية. 3. ذا فيلم جوريسيك بارك، ده اسم فيلم عن الديناصورات خيالي، is not from a Michael Crichton novel، من رواية واحد اسمه مايكل كرايتون of the same name بنفس الاسم. يبقى ايه الفيلم ده؟ مقتبس من الرواية دي، adapted. 4. In the play I watched yesterday، في المسرحية اللي انا شفتها امس، the heroes، البطل كان ايه؟ not for power، he tried to replace the king، حاول يحل محل الايه؟ الملك. يبقى هو كان عنده ايه؟ نهم للسلطة، hungry for power. 5. في جملة المهمة، the antonym المضاد للصفة temporary بمعنى مؤقت، مؤقت عكسها دائم permanent. 6. I searched the shopping website carefully، يعني انا ايه؟ بحثت موقع التسوق بعناية، to not sure، مع شور بنستخدم make sure، نتأكد يعني ان منتجاتهم are reliable يعني موثوق فيها، حاجة كويسة يعني. رقم 7. my boss رئيسي في العمل نقط so rude today، يعني كان ايه؟ وقح جدا اليوم. he has shouted at all of us، زعق لنا كلنا. يبقى انا ايه بقول؟ تصرفه يعني، بمعنى هنا يبقى تصرفه لازم تبقى is being، بتصرف بإيه؟ بوقاحة جدا اليوم. 8. My sister يعني أختي إيه في جولة إيه في حول العالم، by the end of the year دي تدل على زمن إيه؟ المستقبل التام، هتبقى الإجابة B، will have visited يعني بنهاية إيه أو قبل نهاية السنة دي هتكون زارت أكتر من 40 دولة. 9. students الطلاب نقط رابش القمامة in the school grounds في أرضية الايه؟ المدرسة. but now they keep the school grounds clean، بس دلوقتي هما بيحافظوا على أرضية المدرسة ايه؟ نظيفة. المهم هنا but يبقى تناقض، دلوقتي هما بيحافظوا عليها، معنى كده ان هما ايه؟ كانوا معتادين يتركوا القمامة في الماضي، هتبقى الإجابة used to leave، اعتادوا أن يتركوا القمامة ايه؟ في أرضية الايه؟ المدرسة، يعني اعتادوا على الشيء في الماضي خلاص، لكن دلوقتي لا يحدث وده العكس. 10. They not English before، يعني يبقى هم درسوا انجليزي قبل ما انتقلوا الى ايه؟ before they moved، قبل ما انتقلوا الى الولايات المتحدة. قاعدة before بعدها ماضي بسيط، يجي قبلها ماضي تام، هتبقى الإجابة had studied. 11. مصطفى doesn't take risks، يعني مصطفى ايه؟ لا يخاطر when he is driving، لما بيسوق ايه؟ السيارة. معنى كده انه ايه؟ he drives، هو بيسوق بحرص بحذر، هتبقى الإجابة carefully. طبعا ديت ايه؟ ظرف تصف ايه؟ الفعل ده، يعني الجملة كانت محتاجة ايه؟ ظرف، اما دي صفة ودي صفة وديت اسم. 12. when I got home، لما روحت بقى المنزل،
I not that somebody had broken into my flat. يعني اكتشفت ان شخص ما ايه بقى اقتحم شقتي. هنا عندنا اكثر من ايه من حدث، هنا got home وهنا ايه discovered وهنا ماضي تام. فاللي تم الاول ماضي التام والتانيين بقى يبقوا ماضي بسيط، هتبقى الاجابة discovered معنى اكتشفت. 13 I thought انا اعتقدت there was some coffee يوجد بعض القهوة في دولاب الايه المطبخ but there is not there المعنى المقصود ما لقيتش، يعني ما كانش فيه هناك، في تناقض هنا ما بين الجملتين. طيب هنركز مع بعض، اني مش هتنفع لان هنا ما فيش نوت، تمام. سم مش هتنفع عشان احنا عايزين ندي معنى النافي، فالصح اللي هي ايه نون، يعني تعطي معنى النافي بدون نوت. 14 I used to play انا اعتدت ان العب لعبه اسمها ايه تنس الريشه نقط I was younger لما كنت اصغر في السن، عندما يبقى وين مباشره الجمله دي ما فيهاش حاجه. 15 A بيسال B، فهنا A بيقول what do you want for supper انت عايز ايه على العشاء، فرد قال ايه نقط I don't mind انا لا امانع، يبقى عايز اي حاجه اي شيء تبقى ايه anything اي شيء ما عنديش مانع. صفحة 129 ده سؤال القطع، نقول معناها هنا القطع بتقول من الواضح ان في الوقت الحاضر الناس بتقضي كمية كبيرة من الوقت على النت وهكذا، فبيقضوا ايه وقت ايه اقل مع الاشخاص اللي ايه الحقيقيين. فالكاتب بيقول انا اوافق بشدة على ان ايه بالرغم من استخدام الانترنت زاد من مستوى اللي هو ايه التواصل، ولكنه ايه ليه أثار ضارة على إيه كمية ونوعية التفاعل الاجتماعي اللي بيحدث، يبقى أثر على التفاعل الاجتماعي ما بين الناس، بقت الناس تقعد على النت وخلاص ما بيروحوش لبعض وكده، ده قصده كده يعني. الباراجراف الثاني بيقول هنا فوائد الإنترنت زادت من إيه التواصل، وده إيه ده شيء واضح، فالناس بقى إيه عبر العالم بقت إيه تتواصل إيه مع بعضها. في الماضي التواصل كان فقط عن طريق ايه التليفون او عن طريق، فالتواصل ايه بالتليفون وبالبريد زمان طبعا كان ايه بيستلزم وقت، يحتاج وقت وكمان ايه فلوس. It also usually meant وده كان معناه اللي انت ايه تظل ايه تتواصل مع الناس اللي انت ايه عارفهم بالفعل، لكن بقى مع الانترنت الناس اتعرفت على بعضيها في كل انحاء العالم وكل ايه الدول كده، يعني بقى في تواصل قوي اكثر انتشار واكثر سرعه. ده ملخص الايه الباراجراف الثاني. شو بقى الباراجراف الايه الثالث الاخير، بيقول هنا ايه الناس خصوصا الجيل الايه الاصغر سنا بيقضوا ايه ساعات على الانترنت يدردشهم وكده، فبالرغم ان ده ممكن يكون مفيد ولكنه إيه في نفس الوقت ما بيبقاش فيه بقى ايه تفاعل حقيقي مع اشخاص حقيقيين، كل بيتواصلوا معاهم ناس ايه افتراضيين ومش عارف بقى ده رجل ولا سيدة ولا ولد ولا بنت، ممكن اي حد بيحط صورة عارف ايه صورة ده مين ده، تمام. فبقول هنا من المهم ان الاطفال كمان يكون لهم ايه بقى صداقات حقيقية، يعني اشخاص حقيقيين اصحاب حقيقيين مش على النت وكده، عشان يطوروا مهارات الايه مهاراتهم الشخصية. وكمان ايه في حاجة كمان، ده مش ده ايه العيب الوحيد، ده كمان في عيب تاني في اثار سلبية اخرى اللي هو ايه التواصل عبر الانترنت بس، ان ايه بقى لو الناس قضت وقتها يعني تتواصل عبر الانترنت وما بتختلطش بقى بجيرانها، فالناس بقى اللي ما عندهمش ايه اشخاص حقيقيين عارفينهم وكده بيحصل لهم ايه بقى الشعور بالعزلة، يجيلهم الشعور ايه بالعزلة، ده ما عندهمش بقى حد حقيقي يكون ايه يكون معاهم في ساعة الايه الحاجة. احنا قلنا المعنى كده ايه باختصار يعني، قطعة بسيطة مفيهاش حاجة. هنشوف الأسئلة. إيه رقم 16 بيقول هنا الإنترنت ده وسيلة للتواصل طبعا ايه عالميا. 17 جملة واحدة في دولت هي ايه صحيحة true يعني حقيقية أو صحيحة، هتبقى الإجابة سي، إن الإنترنت أرخص من ايه وسائل التواصل بتاعت زمان القديمة. الكلمة ديت المضاد لها هي دي معناها مفيد، مفيد عكسها ايه ضار. طيب قضاء
معظم الوقت على النت، وعدم الاختلاط مع أشخاص حقيقيين ربما يؤدي إلى الإيه؟ الشعور بالعزلة. 20، البراجراف الأخير اللي هو التالت، قلنا هو عن إيه بقى؟ عن مساوئ الإنترنت. 21، الناس يجب تستخدم الإنترنت إيه؟ بطريقة حكيمة، بحكمة. 22، لو احنا بقى عملنا توازن ما بين استخدامنا ايه الانترنت والتواصل مع اشخاص حقيقيين، ده هيكون شيء طبعا ايه مفيد. صفحة 130، رقم 23، الانترنت يمكن يساعد ايه؟ بيساعد الناس كلها. السؤال اللي بعده، ترجم الى اللغة العربية. الاجابة الصحيحة تبقى سي. ايه ما تنفعش ليه الخطأ هنا في كلمة وأحزننا تعبنا؟ بي، الخطأ هنا في كلمة التفكير. هي الصح ايه؟ التفكير. دي الخطأ هنا في ايه؟ كلمة البوليسية. هي الصح الرومانسية. السؤال اللي بعده، ترجم اللغة الإنجليزية. الترجمة الصحيحة دي. ايه الخطأ فيها في كلمة سيف؟ الصح ايه؟ يستثمر. بي، الخطأ ايه في كلمة كرايسيس؟ يعني ايه؟ ازمات، وبقول هنا مشكلات. سي، الخطأ في كلمة ووز؟ طبعا هنا ايه؟ ماضي. لا، المفروض تبقى ايه؟ تبقى مضارع. الصح تبقى از. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.